سلطه المكرونه، مفيش اسهل منها يا جماعه، وصفه سهله جدا جدا جدا. معايا مكرونه مسلوقه، اوقات بنسلق مكرونه ونعمل بيها طبخه ويتبقى شويه مكرونه مسلوقين نشيلهم في الثلاجه نعمل بيهم حاجه تاني في يوم تاني، تقدري تصحصحيها بقى كده بقى تعملي لها ايه، تحطي لها شويه مكونات فتبقى سلطه مكرونه حلوه جدا. فانا معايا مكرونه مسلوقه، المكرونه اللي معايا دلوقتي اللي هي السوسته دي، تمام، بيسموها سوسته. عندي بقى طماطم شاري، ممكن طماطم العادية متقطعة مكعبات صغيرة ماشي حالها مفيش مشكلة. معايا نص كوباية من زيت الزيتون، نص كوباية من زيت الزيتون ده بقى تتبيلة السلطة، تمام. معلقتين كبار من الخل، تمام، معلقة كبيرة من عصير الليمون، معلقة كبيرة من التوابل الإيطالية. التوابل الإيطالية دي كده لوكش التوابل، بيبقى ريحان وزعتر روزماري، بيبقى عند العطار كده هو إيه خلطهم مع بعض أو بتتباع في أي سوبر ماركت. وطبعا أنا أنصحكم دايما إن الحاجات المغلفة اللي بيبقى مكتوب عليها تاريخ الإنتاج والانتهاء من السوبر ماركت هي بتبقى أفضل بكتير من الحاجات السايبة. الحاجات السايبة ما بقاش عارفين جه عليها إيه، وقعت شالت، يعني ما بتبقاش أمان. لكن الحاجات المغلفة المدون عليها تاريخ الإنتاج والانتهاء دي حاجة مهمة جدا في اي حاجه، اي حاجه، حتى الصابونه ومعجون السنان، كل حاجه لازم تتاكدي بنفسك هتنتهي امتى عشان تبقي في الامان، تمام، لان كل حاجه في الدنيا ليها ايه انتهاء صلاحيه. فانا انصحكم تجيبوا التوابل اللي هي مدون عليها التاريخ. انا كنت بقول ايه، معلقه كبيره من التوابل الايطاليه، تمام كده، ونص معلقه صغيره من السكر، ونص معلقه صغيره من الثوم البودره، ومعايا معلقه صغيره من البابريكا، ومكعبات متقطعه من الجبنه الفتة اي كميه براحتك، ومعايا شرايح من الزيتون الاسود، وبصلايه متقطعه شرايح او متقطعه صغير اللي موجود عندك، بصلايه حمراء كده حلوه بتبقى احلى من البصل الابيض العادي، وبس خلاص، ما فيهاش ابدا اي حاجه. هنجيب بوله، هنحط الاول زيت الزيتون نص كوبايه، بس كده، وهنحط عصير ليمون، وهنحط خل، وخل، نحط ملح وفلفل، هنحط سكر، هنحط التوابل الإيطالية، هنحط الثوم البودرة، هنحط كمان بابريكا، ونجيب المضرب ده كده وإيه نضرب كل الكلام ده مع بعضه كده. هو ده الدريسنج بتاع سلطة المكرونة. وسلطة المكرونة دي تقدروا تضيفوا لها كمان قطع من صدور الفراخ المشوية او اي لحوم بارده زي الروز بيف او التركي المدخن او البيبروني، ممكن الحاجات دي برضو نضيفها مع سلطه المكرونه لو تحبوا كده. هنحط المكرونه الكميه اللي احنا عايزينها، نقدر نجيب سباتولا عشان نعرف نقلب كده، الدريسنج ده بقى كده يتقلب معاها، بيعمل طعم بقى ايه لطيف جدا جدا للمكرونه. فلازم نقلبه بس كويس عشان نتاكد انه توغل جوه المكرونه. طبعا تقدروا تستخدموا اي نوع مكرونه، مش لازم اللي معايا دلوقتي. هنحط بقى بصل، هنحط طماطم تشيري، وهنحط زيتون اسود، شرايح من الزيتون الاسود، وزي ما قلت لكم تقدروا تضيفوا مع المقادير دي مثلا بيبروني، شرايح من البيبروني، او حتت من الروز بيف، او التركي المدخن، او لحمه بارده، او فراخ مشويه، حتت فراخ مشويه مثلا براحتكم، لحمه برضو، لحمه مثلا عندك لحمه مسلوقه ومتحمره مش عارفه تعملي فيه ايه، ممكن برضو تقطعيها معاهم هتبقى حلوه جدا. هنقلب الكلام ده كله كده مع بعض. ريحتها ظريفه جدا، مش قادره اقول لكم تحفه ازاي. ونبتدي بقى نحط بقى ايه جبنه الفته كده ونوزعها برده، نديها كده تقليبه معاها،
عايزين تحطوا جبنه شيدر مبشوره برضو هتبقى حلوه قوي. بس خلاص يا جماعه شفتوا وصفه سهله ولذيذه جدا. عايزين بس كده ايه نلم الاشياء دي كده نفضي مكان علشان نغرفها. هات نجيب طبق السلطه الحلو ده هيكفي ان شاء الله اهو ونحطه معاهم. يا رب ما وقعش المره دي بقى يا رب، يعني عيب كده والله عيب كده كل شويه وقع وشكلي بقى وحش قوي. الحمد لله ما وقعتش. بس كده بالهنا والشفا يا جماعة. شوكة بقى وبسم الله بقى، ولو برضو في شوية عيش محمص كده هيبقى لذيذ قوي معايا. ما اعرفش ازاي عيش ومكرونة بس هتبقى حلو برضو.